والموت يأتي فجأة. في ناس جالسة هكذا طاح ومات، نام ما استيقظ. ناس تموت في السيارة، ناس تموت في المزرعة، ناس تموت في البيت، ناس تموت في الملعب، ناس تموت في البر، في البحر. فالخوف من الموت ليس هو الصحيح. الصحيح الاستعداد للموت، أن يستعد. نحن عندما ننام ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت. وحي، والله سبحانه يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فتقبض أنفسنا ونحن في فراش، في فراشنا تقبض. فيمسك التي كتب عليها الموت ويرسل الأخرى. فالقصد أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يخاف من الموت، ينبغي أن يستعد للموت. فقضية أني أخاف من الموت، طيب بتعيش لمتى؟ أكيد تبي تموت. فبدل أن تخاف من الموت استعد للموت. يجب علينا أن نستعد للموت. فإذا جاءنا الموت وإذا نحن مستعدون موحدون، ليس لنا أو في رقابنا مظلمة لأحد، تبنى إلى الله تبارك من معاصينا، حي الموت فليأتي الموت. فالإنسان الذي لا يستعد للموت هو الذي يخاف. فإذا استعددنا للموت لا نخاف، متى جاء حياه. لكن أهم شيء الإنسان يكون مستعدا لهذا الموت. أما الخوف من الموت هذا كلام لا يقوله مسلم، أنه والله أخاف من الموت وخاف يجيني. أكيد بيجيك الموت، نحن نؤمن أننا سنموت. ما أحد فينا يؤمن أنه سيخلد، كلنا سنموت. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيموت. فقضية أن أستشعر أني بموت، لازم تستشعر أنك ستموت حتى نستعد. نحن الآن إذا أوينا إلى فراشنا ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت. وفعلا هو موت، ويسألك سمى النوم الموتى الصغرى. الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني الأصل أنك ميت وأنت في فراشك، قد يرسل وقد لا يرسل. لا بالعكس، أنا أقول جيد أن الإنسان يتذكر الموت. وذاك كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى صلاة مودع، وصلى صلاة مودع. وكان بعض السلف يعني من أسباب الخشوع في الصلاة يقول: كنت إذا قمت إلى الصلاة كبرت ودخلت فيها، يقول استشعرت أن الكعبة أمام عيني، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، وملك الموت خلفي يقول لي هذه آخر صلاة صليها. بالعكس، أنا أقول شعور جيد، لأن الإنسان إذا استشعر هذا الشعور وأنه احتمال يموت، احتمال إذا نام ما يستيقظ، سيرتب أموره صح. إذا كانت لك ديون على الناس كتبتها، إذا كانت ديون للناس عليك كتبتها، إذا كانت للناس حقوق عليك أديتها، إذا كان لك حقوق على الناس سامحتهم، أو غير ذلك من الأمور. المهم أن الإنسان لا يضع رأسه على الوسادة إلا وهو رتب أموره. فأنا أتصور هذا شعور طيب. لكن أهم شيء ماذا بعد الموت؟ مو مهم اني اموت او تموت، كلنا بنموت، وبعضنا يسبق بعضا. وكل يوم في المقابر يدفن اناس، بعضهم تجاوز 60 كسائر اعمار امه محمد بين 60 و70، وبعضهم دون ذلك، بعضهم بال50 بال40 بال30 كما يقولون بالتعش، دون التعش كانوا يموتون 13 14 عشر سنوات، أحيان أطفال صغار يتصلون يقول ولدت زوجتي ولدا ميتا. صحيح؟ فقضية الموت يجب على المسلم أن لا يخاف منه، لأنه حقيقة واقعة. فلا ينبغي المسلم أن يخاف من الموت. الموت حق، الموت حق، وكل الناس شاربه. الموت كأس وكل الناس شاربه، كلنا سيموت. ولكن أهم شيء أن الإنسان يهتم: كيف سألاقي ربي؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا سيكون مصيري بعد الموت؟ هل أنا مستعد للموت أو غير مستعد؟ هذه هي القضية. والإنسان لا يتمسك بهذه الحياة وأنه سيغادرها إن عاجلا أو آجلا. وكلنا بلا استثناء نعرف أناسا أكبر منا ماتوا، وناس أصغر منا ماتوا، وناس في أسناننا ماتوا. ذاك النبي يقول: تذكروا، لا تذكروا، قال أكثروا من ذكر هذه اللذات.
ولم يقل تذكروا أكثروا من ذكره. علاج وسواس الموت أنك تعرف أنك ستموت. ما منا أحد إلا سيموت. من منكم لن يموت؟ اللي ما راح يموت يرفع إيده، خلنا نشوف. طيب اللي بيموت يرفع إيده، كلنا نموت. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. قد يكون واحد منا الآن لا يخرج من المسجد يموت، هذا أمر وارد. كل منا كتب أجله في بطن أمه، يرسل الله إليه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمله وخاتمة أمره، شقي أو سعيد. وإذا استيقظت ما تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. كل يوم نموت، نحن كل يوم نموت، إلا اللي واصل 24 ساعة هذا بعدين يرد يموت في نام. فكلما نمت ميت. فقضية أنك تموت ستموت، لا تحاتي. إذا تخاف على أولادك، ترى مو أنت اللي ترعاهم، الله هو اللي يرعاهم. وإذا كنت خايف على زوجتك، مو أنت اللي ترعاها، الله هو اللي يرعاها. ترى نحن مجرد أسباب، الحافظ الله سبحانه وتعالى، لسنا نحن. أحيانا تموت يكون هذا سبب رزق عيالك. كنت حجر عثرة جتاب يطلعوا يشتغلون وكذا وما شاء الله ورزقهم الله وكذا. يعني لا تظن أنك أنت اللي سبب رزقهم ولا كذا، لا، قد يكون رزقهم في موتك إذا تخايف عليهم. يعني ممكن زوجتك تعاستها معاك، يمكن لما تموت زوج واحد ثاني تصير سعادتها أكثر. فهذه لا تظن أن أنت يعني الكون كله متوقف عليك، يعني وأن إذا أنا عايش ما شاء الله الأمور كلها طيبة، وإذا مت أنا راح يهلكون. لا 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 لا، خف على نفسك، يعني اهتم بنفسك. فالأصل أن الإنسان لابد أن يستشعر ماذا بعد الموت، ولا تخف من الموت، ولكن خف مما بعد الموت. هل أنت مستعد لهذا الموت أو غير مستعد؟ هل إذا قبض الروح الله روحك وأنت نائم، هل أنت مستعد لملاقاة الله؟ هل تبت؟ هل أديت إلى الناس حقوقهم؟ هذا هو هذا الفيصل، هذا مربط الفرس. أما قضية أني أخاف من الموت وسواس الموت، كلنا سنموت. لذلك تجد المسلم لا يخاف، ما يهاب أبدا، يخدم على الموت. ليش؟ ما راح يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما يملكون شيئا، لا يمكن يستأخر ساعة ولا يستقدم ساعة أبدا. مطمئن النفس، ما يخاف، ما يهاب من أحد. ليش؟ لأنه يعرف أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان على فراش الموت يقول: والله ما في جسمي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ويحط شبر، لازم تحوش، يا ضربة يا رمية يا طعنة، مصاب، كل مكان مصاب. ثم قال: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير.